طلابي الحلوين، لازلنا في موضوع الكسور والدرس الثاني الكسر جزءا من المجموعة. أخذنا في الدرس السابق إنه الكسر جزءا من الكل، يعني واحد من جميع من الشكل كله. الآن بدنا نحكي عن الكسر جزءا من المجموعة. انظروا إلى هذه المجموعة، ننظر سويا. ما هذه الأشكال؟ تفاح. كم تفاحة موجودة في الشكل؟ هيا، كم تفاحة موجودة في الشكل؟ عدد التفاحات جميعا كم؟ 7. أحسنتم. طيب عدد التفاحات الحمراء، شوفوا لي كم تفاحة حمراء. ممتازين، 3. عدد التفاحات الخضراء، 4. رائعين. طيب أنا أخذت أعداد، لاحظوا أنا أخذت عدد أعدادها. انظروا كلمة عدد. طب شوف السؤال اللي بعديه، الكسر الدال على عدد التفاحات الحمراء. أنا موضوع درسي اللي هو الدرس الثاني الكسر جزءا من المجموعة، بدي أخذ أجزاء من كل المجموعة. طيب عدد التفاحات الحمراء هلا زي ما علمتكم بحط خط الكسر، كلمة كسر معناته خط الكسر. لاحظوا دائما وفي السنوات السابقة الكل بيخربط، هنا عدد أعطيني عدد، أعطيني عدد يا مس، ولكن هنا أنا بحاجة لكسر، إذا أعطيني خط كسر واكتب لي بسط ومقام. طيب كيف بدي أوجدها هاي بالصورة يا مس؟ أحسنتم، بعد الأجزاء كلها زي ما علمتني المس، بعد الأجزاء كلها. كم شكل؟ كم تفاحة؟ 7، بحطها 7. طيب كم عدد التفاحات الحمراء؟ شوفوا لي كم واحدة حمراء، درسي جزء من المجموعة كله تفاح، بس أنا بدي جزء من المجموعة، كم تفاحة حمراء؟ 3. أحسنتم، إذا قديش عدد التفاحات الحمراء؟ 3 من 7، وتقرأ 3 أسباع. راح أكتب لكم ورقة عمل بالكسور بالرموز وبالكلمات عشان نبلش نقرأها ونحفظها مع بعض. طيب إذا السؤال بده كسر معناها تعطيني كسر، بده عدد أعطيني عدد. اتقيد بالسؤال يا مس وحاول افهم السؤال شو بده. طيب اللي بعديها، الكسر الدال على عدد التفاحات ايش؟ الخضراء. كسر زي ما حكت لي المس، حط خط كسر، حطيت 1 2 3 4 5 6 7، جمعت الأشكال جميعها، حطيت 7 لأنه كلهم 7. كم تفاحة خضراء؟ عدوا لي 1 2 3، يا عيني 4 تفاحات خضراء. وماذا تقرأ؟ مين الشطور اللي يقرأ لي إياها؟ أحسنت، 4 من 7، عشان اللي ما بيعرف يحكي 4 أسباع، 4 من 7، هنا 3 من 7 صحيحة. طب لو قلت لك اكتب لي إياها بالكلمات، هنا نكتب الأخير لأنه ما في وسعة، نكتب 4 أسباع هو الأخير. عدد التفاحات الخضراء طلب مني أكتبها بالكلمات هي 4 أسباع. طب سؤال آخر، وحكيت لك يا مس وين البسط؟ وين البسط على التفاحات؟ وينه؟ أحسنت، هاي بسط، لاحظوا بسط. هنا إيش؟ مقام. هنا إيش؟ بسط. هنا إيش؟ مقام. نفس الطريقة ونفس الدرس السابق، ولكن هنا مجموعة بدي أنا أطول الكسر من ضمن المجموعة، بدي أخذ جزء من المجموعة. عرفتوا؟ مجموعة كاملة، ممكن أعطيك وردات حمر وخضر أو صفر وبيض، ممكن أعطيك مجموعات كتب، مجموعات فراولة إلى آخره. مع تمارين الكتاب من إن شاء الله رح نتقن هاي الصور والأشكال. هلا يا ثالث بس أعيد وأركز، لما بطلب عدد أعطيني عدد يا مس، أعطيني عدد. لما بطلب كسر أحط لي خط الكسر عشان ما تنسى، المس بدها كسر على طول خط الكسر، بحط البسط، بحط المقام، بعد الأجزاء كلها بحطها تحت المقام، الأجزاء كلها تحت، الأجزاء اللي مطلوبة بدي إياها الملونة والعدد الملون بحطه فوق. يعني تذكر بسط مقام، لو لعبتك لعبة بالصف حكيت لك بسط معناتها وقوف، مقام اجلس، بسط مقام، بسط قيام، مقام جلوس. ها احفظ، بسط قيام، مقام جلوس، يعني بسط الشيء الواضح الملون، الجزء الملون بيكون من الشكل، والمقام بيكون عدد الأجزاء كلها. ننتقل لتمرين آخر من الكتاب.